وخلال زيارتي لمحافظة البحيرة تفقد مدبولي مواقع العمل بمشروعات حياة كريمة بقرية كفر داوود التابعة لمركز وادي النطرون، واستهل رئيس الوزراء جولته بتفقد مشروع سكن كريم الذي يضم عددا من الوحدات السكنية وحظائر المواشي. ويتم تنفيذ المشروع في العديد من القرى بوادي النطرون وأبو حمص ودمنهور بزاوية غزال إلى جانب مركز حوش عيسى بإجمالي 40 عمارة سكنية تشمل 320 وحدة و320 حظيرة. كما تفقد رئيس الوزراء خلال جولته بالبحيرة مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية ومركز تنمية وصحة الأسرة والمجمع الزراعي، وكذلك تفقد مركز الشباب بكفر داوود.